معنى من معاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القرآن عندما نزل كان يوجد يعني المسلمون الصحابة رضي الله عنهم وهم آمنوا به، لماذا لا يقول القرآن وما أرسلناك، يعني بعثناك رسولا بعثناك نبيا، لماذا لا يقول القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للصحابة، إلا رحمة لمن آمن بك، لماذا لم يقل القرآن، وهذا هو الواقع في ذلك الزمان بالظاهر ظاهرا، هذا هو الواقع، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وأرسل إلى من آمن به من هؤلاء العرب، ومن العرب من كفر به عليه الصلاة والسلام. ولكن القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هم ما قال للعالم الذي أنت تعيش به الآن، الزمن والمكان الذي أنت فيه، إنما قال للعالمين. العالمين في اللغة العربية جمع، يعني معناه جمع، ملحق بالجمع معناه جمع، جمع لعالم، عوالم، عالمين، عالمين يعني عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيوان وعالم الحشرات وعالم النبات وعالم السماء وعالم الأرض وكل هذه العوالم. أنت رحمة لكل هؤلاء، حتى عالم الإنس، نعم حتى عالم الإنس، كيف عالم الإنس وفي الإنس كفار، حتى للكفار رحمة، حتى للكفار بعث صلى الله عليه وسلم رحمة، هذه رحمة شملت حتى الكفار، عجيب، نعم رحمة للعالمين، فقط في زمانك؟ لا، في كل زمان، حتى يوم القيامة، حتى بعد يوم القيامة، حتى في الجنة، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال هذا سبحانه وتعالى، ما أنا قلت هذا الكلام من عندي، الله سبحانه وتعالى قال، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هم كفار، هم يحاربون الله ورسوله، هم يستحقون العذاب، هم يستحقون الغضب من الله عز وجل، لكن الله ما عمل هذا بهم، لأجل من؟ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء كثير، أنبياء ورسل كثير كثير، ليس عشرات، ليس مئات، ليس آلاف، أكثر أكثر أكثر، عشرات الآلاف من الأنبياء الله أرسل قبل النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن ختمت النبوة به عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. قبله كان النبي يبعث في القوم، عندما لا يؤمنون به الله يعذبهم، يخسف بهم الدار، يرسل عليهم ريحا صرصرا، يرسل عليهم الصاعقة، يرسل عليهم الصيحة، يرسل عليهم النفخة، الله يزلزل تحتهم الأرض، الله يخسف بهم الأرض، الله يرسل عليهم النار، الله يرسل عليهم الجراد، الله يرسل عليهم القمل، الله يغرقهم بالطوفان. الأنبياء موجودون وغضب الله ينزل، عذاب الله ينزل بسبب كفرهم، هذا في الأنبياء. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمته حتى شملت الكفار، ما عذبهم الله ولا عجل لهم العقوبة، بل رفع عنهم هذا العذاب. وما كان الله ليعذبهم،
وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. فكيف رحمته بالمؤمنين؟ الله أكبر. كيف رحمته بمن آمن به؟ الله أكبر. كيف رحمته بصحابته رضوان الله عليهم؟ كيف رحمته بأمته؟ كيف رحمته بمن آمن به ولم يره من أمة العرب؟ كيف رحمته بمن آمن به ولم يره وهو ليس من أمة العرب، لا يعرف لغة العرب ولا يعرف كلام القرآن ولا يعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مثلكم، وهو مؤمن به صلى الله عليه وسلم وليس في زمانه، إنما بعد أكثر من 1000 سنة. الله أكبر، الله أكبر. إذا كانت هذه رحمته بالكفار صلى الله عليه وسلم، كيف رحمته بنا نحن في آخر الزمان؟ كيف رحمته بنا ونحن آمنا به ولم نره، أحببناه ولم نره، آمنا به وما نعرف لغته ولا نفهم قوله، فقط آمنا به؟ أكيد رحمته بهذه الأمة أعظم رجالا ونساء. ولذلك انظروا أمة العجم في الإسلام عددها أكبر من أمة العرب في الإسلام، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، أن فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فهداهم وشرح صدورهم للإيمان به إيمانا جازما قطعيا ثابتا. لو تملك الدنيا وما فيها ما يبيع إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بملك الدنيا. الله أكبر. نحن نعيش بركات النبي عليه الصلاة والسلام، نحن اليوم نعيش برحمة النبي عليه الصلاة والسلام، نحن اليوم نعيش بنفحة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة خير.